موضوع اليوم بشكل مختصر هو عن أهمية طلب المساعدة. كثير ناس لما يكونوا في المدرسة، لما يكونوا في الجامعة، لما يكونوا بالشغل، بيواجهوا مشاكل، بيواجهوا صعوبات، بيواجهوا عقبات، وما بيطلبوا من الناس اللي حواليهم مساعدة. أنا من هدول الناس على فكرة بشكل عام. أنا واو إيش هاد؟ شكرا يا شانسو بيوتي، شكرا كثير إلك او انستازيا، مش عارف والله شو اسمك، سوري، بس ثانك يو، هذه رائعة، شكرا كثير. فانا من الناس اللي عادة ما بطلب المساعدة. ليش؟ بحس اني انا بحب اوصل لهدفي لحالي، ما بحب اني انا اوصل لهدفي والناس تقول محمد وصل لانه حدا ساعده. لا، محمد وصل عشان هو اشتغل على هدفه. في ناس زيي تطلب، ما بتطلب المساعدة عشان هيك. في ناس ما بتطلب المساعدة لأنها بتخاف، بتحس إنه والله أنا ممكن أزعج الناس التانيين. في ناس ما بتطلب المساعدة لأنه بتحس إنه ما في حدا حواليها ممكن يساعدها. بتقول طب أنا ليش أطلب المساعدة؟ خايف، خايف إنه ما حدا يعني يسمع مني ويساعدني في هذا الموضوع. فأنا اللي بدي أقول لكم إياه إنه الواحد لازم يكون ذكي بالحياة، الواحد لازم يدخل على الحياة، على الحياة بطريقة ذكية. خليني اظبط لكم الكاميرا. واو شكرا كثير. مين هذول؟ مش عارف ال كيو كي جي. شكرا يعني على الهدية. اوه شكرا مرة ثانية يا شانسو او يا انستازيا. فخليني اوريكم شو قصدي. سامحوني يا جماعة اليوتيوب، بس في هدايا كثير حلوة على تيك توك، لازم اني انا طبعا اشكر لهم، لانه هاي انا بالنسبه لي الهدايا هاي بتعني لي كثير، فشكرا كثير لكم. وسامحوني اذا بتبعتوا هدايا وانا مش شايف، لا او بكون بطلع هون او بشرح على السبوره. بديش استعمل هذا القلم، هذا القلم سيء. فالواحد يعني فكروا فيها هيك، الواحد بده يحاول يوصل من البدايه للهدف. عندنا هون البداية وعندنا هون الهدف، بس احنا طبعا نعرف انه بحياتنا مش كل اشي خط مستقيم، مش يعني مرات قليلة بيكون هيك الطريق، مرات الطريق بيكون متعرج، اوكي، مرات الطريق بيكون صعب. ايش المشكلة لما يكون متعرج او بيكون صعب؟ لما يكون متعرج في مرات احنا بنحتاج نطلب المساعدة في التوجيه، ارشادات، وين اروح، وين اجي، مش انه اعتماد على الناس، بس وجهني، بس احكي لي شو برايك انا اساوي. ولما يكون صعب مرات ما بنقدر نحمل احنا كل الحمل على ظهورنا. ففي هاي الحالات، في حالة انه متعرج او في حالة انه صعب، مش من الذكاء منا احنا كبشر حابين نوصل لهدفنا انه احنا نحاول انه بس نعتمد على حالنا، لانه هون لو كان متعرج احنا ممكن نضيع ونطول نوصل هدفنا، ولو كان صعب ممكن احنا مش بس ما نوصل هدفنا، ممكن احنا نتآذى. لو الحمل كتير تقيل علينا ممكن يأثر على نفسيتنا او يأثر على شعورنا. ف يعني غير انه احنا ما بنوصل لهدفنا احنا عم نتضرر. فالواحد يلعب الموضوع بذكاء، يفكر بالموضوع بذكاء. انا لو زي ما قلت لكم، انا حالتي بحبش اقول انه حدا ساعد محمد يوصل لهدفه، بس هذا معناته انه انا يمكن مرات ما اوصل لاهدافي، وانا بالنسبة لي كتير مهم اوصل لاهدافي. الناس اللي بتخاف، واو شكرا كتير على الهدايا، اشي واو، عن جد شكرا كتير. ف راح ادنى الهدية حلوة، عن جد راح من بالي شو بدي احكي. اللهم صل على سيدنا محمد. ففي حالتي مثلا انا كثير مهم اني اوصل هدفي، في حالة ناس كثير اللي هم مثلا الناس اللي بخافوا يطلبوا لانه بخافوا يزعجوا الناس التانيين. ما بقول لك انك انت بس اهتم في حالك، بس صدقني اذا انت كنت شخص معقول وما يعني تطلب المساعدة بطريقة منطقية، الناس ما عندها مانع ابدا. حط حالك انت بنفس الموقف، لو حدا طلب منك اشي يعني مش انه مستحيل ومش انه كتير سهل، ما حيكون عندك مانع، حط حالك بنفس الموقف. لما تكون انت مثلا مش متأكد اذا الناس ممكن حتكون موجودة عشان تساعدك، جرب شو تخسر. سألت وما حدا اجالك، بوعدك ما هذا ما حيكون الظرف، بس حتى لو هيك صار انت شو خسرت؟ بس لو سألت وحدا اجى ساعدك انت كسبت كتير، لانك حتروح من هون لهون. فحاولوا فكروا فيها من هاي الطريقة، انه هون
جزء كتير اللي هو طلب المساعدة. المساعدة هذا جزء كبير اللي ممكن يوصل البداية للهدف. هلأ ما تفهموني غلط، ما تفهموني غلط، يعني طبعا هذا شرح بسيط، ما بدي اياكم تفهموني غلط انه الواحد يعتمد على الاخرين، لا، انت بدك تعمل اللي عليك، انت بدك سوري بدك تحاول وتبذل قصارى جهدك، بس لما يكون الوقت الصح لازم 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 الواحد يضطر يطلب المساعده. وهذا إشي انا بالنسبه لي الكوتش مكرم وضح لنا اياه اليوم بتمرين كثير حلو، ما بدي ادخل فيه تفاصيل كثير، بس بشكل عام ورانا هيك كثير، كان حلو التمرين اللي عمله، ورانا انه فعلا في شغلات كثير جواتنا بتمنعنا من انه احنا نسال ونطلب المساعده، واللي بتخلينا نضيع وقت كثير بحياتنا، وفي ناس مستعده تضيع وقت كثير وتسوي شيء ما له معنى ابدا ولا انها تطلب المساعده. فانت هلا وانت هلا بدي اياكم تفكروا انتم حال في حالكم هلا في حياتكم، هل انتم ناس ما عندكم مانع تطلبوا المساعده، ما عندكم مشكله تطلبوا المساعده، ما عندكم مشكله تطلبوا تسالوا اسئله، او انتم ناس بتفكروا 100 مره قبل ما تطلبوا المساعده؟ فانا بدي اياكم تتعودوا اكثر تطلبوا المساعده، ما بدي اياكم تعتمدوا على ناس ثانيين اكثر، بس بدي اياكم تتعودوا انه طلب المساعده مش اشي غلط ومش اشي عيب، وانه اشي هذا ممكن يساعدكم توصلوا لاهدافكم اسرع وتحققوا اهداف اكثر. ما حدا بتوقع منك وما حدا بتوقع منك تساوي كل اشي بالدنيا، طبيعي جدا انه الناس تساعدنا فيها، مدرسه، جامعه، شغل، بيت، ايش مكان، فلانه هاي طبيعه منا، لانه هذا اشي عادي، خلينا احنا نتعود كمان نخليه جزء اساسي من حياتنا. والله صار في اشي انت جربته لحالك وما زبط، اطلب المساعدة. جربت اشي مو متأكد منه، اطلب المساعدة، ما تخاف. صح الواحد بده ياخد قرارات حاله، الواحد لازم مرات يجازف يغامر، بس المساعدة ضرورية. فأمل انه الصورة تكون وصلتكم، وهاي هي نهاية الدرس، فشكرا لكم.